السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، فضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بالجديد. أمزازي، المؤسسات الخاصة لا يمكنها فرض التعليم الحضوري على التلاميذ، فقد قال السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي عندما حل ضيفا على القناة الثانية على تفاصيل الدخول المدرسي في مؤسسات التعليم الخصوصية. وقال السيد الوزير في اللقاء المذكور على القناة الثانية إن المؤسسات الخاصة لا يمكنها أن تستقبل التلاميذ الراغبين في التعليم الحضوري دون أن توفر التعليم عن بعد، مشددا على أن المؤسسات الخاصة لا يمكنها فرض إجبارية الحضور، وعن البروتوكول الصحي المرتبط بالتمدرس في المؤسسات التعليمية. قال السيد الوزير إنه في المؤسسات العمومية ستتم مراقبة تنفيذ البروتوكول من طرف المفتشين والأطر، أما في المؤسسات التعليم الخاصة فهي تعتبر مقاولات ومراقبتها موكلة لمصالح وزارة الشغل والإدماج المهني. كما تحدث السيد الوزير عن المذكرة الأخيرة للوزارة والتي دعت فيها مؤسسات التعليم الخصوصي إلى الإشارة بوضوح لثمن التأمين الذي يفرض على الآباء أداؤه، مشددا على أنه لا يوجد تأمين لأكثر من 50 درهم.